السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات أنا وفينسي. كيف ما عودناكم كل نهار وصفة جديدة بمكونات عندنا في الدار وبمنتوجات فينسي. اليوم جبت لكم واحد الوصفة مقشر للجسم كامل، مقشر بالو لكور ديالنا كامل، الدار ديالنا كلشي كتحيد دوك الحبيبات الرقيقين اللي تيكونوا فينا، وكتحيد حتى ديك لابوموغت اللي كتكون من بعد تدويشة، من وراء تدويشة. الوغ المكونات ديالها شنو هي؟ اول حاجه هو الزيت ديال كوكو، الشوفان مطحونه البنات، والعسل. بيسكو غنديروه، هادشي غنديروه للجسم ديالنا كامل. صافي خاصنا الكميه كثيره، انا غادي نخلط جوست الكميه قليله قدامكم، وانتم غديروا كميه اللي غتنفعكم واللي غتقدكم بلوطو لو كور ديالكم كامل. في الكابسول غادي نخلي لكم المقادير شحال غادي يقدكم في الجسم ديالكم كامل. غندير انا معلقه كبيره ديال الشوفان المطحون، معلقه كبيره ديال الزيت ديال الكوكو، ومعلقه كبيره ديال العسل البنات. فوالا، هذا البنات ديروه فريمون زوين بزاف بزاف. ويلا بغيتو تزيدوا شي حاجه اخرى عليه من غير هاد المكونات بثلاثه اللي درت لكم انا، تقدروا تزيدوا سواء الزيت ديال الورد سواء الزيت ديال الحامض. شخصيا كنفضل الزيت ديال الورد، حيت الزيت ديال الورد حتى هو كنعرفوه كيحيد التصبغات اللي تيكون عندنا في الجسم ديالنا مع الزيت ديال مع الشوفان ومع الزيت ديال الكوكو، فغادي يعاون. مي هذه كباز بقاو ديروها دائما، حتى هي كتبيض وكتحيد دوك التصبغات وكتحيد لابوموغت اللي كتكون في البشره ديالنا ديال الجسم كامل، كتحيد دوك الحبيبات الصغيورين اللي تيكونوا عندنا، سيرتو اللي تيكونوا عندنا في الظهر ديالنا، كتكون بحال هكا وتنهزوها وتنطبقوها بهذه الطريقه. هذه راه كتتطلا فاسيلمون، وكنديروها كتجي فحل فوالا، وكنديروها على يدينا. انا كنستعملوها، كنصحكم تستعملوها الجسم كامل ما فيها باس. تاخذوا واحد شويه المكنسه تخلطوها وديروها في الحمام، تجلسوا واحد شويه عاد باش تغسلوا. وبصحتكم وبراحتكم وبصحه فطوركم.